يعني خفا يعني اعتبرني زي بنتك يعني. ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي؟ قلنا انا اللي هقف جنبك يا حمار. يا لهوي. هتضحك تاني؟ خلاص البرنامج. حمايه ربنا ياخده. حسبي الله ونعم الله فيك. ونعم الوكيل فيك يا كلب يا خفيس. اقسم بالله. اقسم بالله كمان مرة. لو بقيت انا ولا احقق معاك واعمل حاجة تموت على طول. ابعت علينا عروسة اي حاجة. انجزي. مش اكتر من كده. انت ربنا يخليك ويخلي بناتك كده. انا لو اتجوزت دلوقتي عايز 1.5 مليون او 2 مليون جنيه. احب اقول له اخطفك يا يطلبوا ليه؟ الحرام حلو برضه، ساعات بيبقى الحرام حلو، بس كده دي وجهه نظري. اتفضل. عادي شايف ان اتجوز النهارده؟ ايوه في حد عايز يتجوز؟ عادي برضه. عازمك على فرح 2000 كام؟ 51 شهر 9 يوم 1 لازم تيجي. وخلي بالكم انا فاجر، فاجر في الفيسبوك، راجل فيسبوكاوي. يلا يا لجنه. واحد اتنين اوبا. من وجهه نظرك ليه اهل العروسه بيطلبوا من العريس حاجات كتير؟ في احتمالين. ما انا هقول لك ازاي؟ مش سالتني السؤال؟ والله ما ايوه فلاحين. والله العظيم ما فكك فكك. بيطلبوا كتير ليه؟ هو يعني معظم الجوازات احنا بنشتري راجل. راجل على مش عندها دم اكيد يعني. يطلبوا ليه؟ الحرام حلو برضه، ساعات بيبقى الحرام حلو، بس كده دي وجهه نظري. اتفضل. بيوت دعاره. اتقوا ربنا في بلدكم يا وسخين. اتقوا ربنا في بلدكم يا وسخين. عشان مثلا العريس هو اللي بيشتغل. تمام. و بيشتغل. ناس فاضيه وفلوس بقى وكده بقى. ابعت علينا عروسه اي حاجه. ابو احمد يا منحرف يا الموقوف. انا ما اعرفش حاجه في الجواز، انا ما اتجوزتش قبل كده. عشان هو اللي عليه الحمل الثقيل يعني. مفكرين العريس بنك، فاهمة؟ اي تي ام متحرك، فاهمة؟ وده الموضوع. فندقره بقى في حوار وشبكة وفرح وعفش ليلة كبيرة، فاهمة؟ يعني واحد بيقبض مثلا 2500، هيجي يحسبها 2500 في الشهر، عايز له حاجة 40 سنة عشان يتجوز. عشان هما مثلا عايز في احتمالين، ان يكون خايفين على بنتهم ويكون هما ناس طماعين، حاجة من الاثنين. هما اغلب يكونوا ناس طماعين يعني، شايفين ان انت معاك فلوس وكده، عايزين يقشطوك من الاخر. والله ما فلاحين. والله العظيم ما اقول لك على حاجه. بص على حسب يعني ممكن ايه، قال العريس مثلا موافقين على اي حاجه طالما العروسه حلوه وبنت ناس وفاهمه. في جواز بقى مصلحه، فاهمه انت؟ في جواز مصلحه. زي ايه طيب؟ مثلا ده تاجر مخدرات بقى فلوس وكده، ده مش عارف فاتح شركه، ده يشتغل معاه، فاهمه انت؟ يعني فاهمه. بس بيطلبوا كتير ليه؟ هو يعني معظم الجوازات احنا بنشتري راجل، بعدين بقى 20,000 مهر وشبكه وبتاع، وبيخش في حاجات كتير كده. بس مش عارف حبيب. مش عارف ليه والله. عشان هو اللي عليه الحمل الثقيل يعني بقى، هو الراجل بقى اللي بيشتغل وبتاع وكلام من ده، فهو لازم هو اللي يجيب. بس انا من وجهه نظري انا لو اتجوزت لازم الحاله تكون متناسقه يعني، دي تجيب زي ده الصراحه يعني، عشان ظلم الصراحه. انا لو الجواز دلوقتي عايز 1.5 مليون او 2 مليون جنيه. كل واحد بيجيب حاجته ويريح دماغه، بس الجواز هو اصلا كده كده بضن وتكاليف، وتصرف على واحده انت ما تعرفهاش. خد واحده ما تعرفهاش، لا ريح دماغك، ما تتجوزش اقعد في البيت. تحب توجه كلمه لحماك المستقبلي؟ يعني خفا يعني اعتبرني زي بنتك يعني. زي ابنك بقى، مش زي ابنك. زي بنتك مش فارقه كتير يعني، انت مثلا اعتبرني زي ابنك وما تجيش عليا في الطلبات يعني، عشان يعني برضو ايه زي ما ربنا قال يعني، تطلب من الواحد على قد استطاعته، مش تطلب اكتر منه. اتجوز لي بنتك يا حاج. ربنا يخليه. لا والله. اه والله. عشان هتشوف الكلام ده. الحمد لله. شكله عارف عشان لا امها بس. امها بس. اه والله. ما اقول له حاجه. ربنا يرحمه. الله ربنا يرحمه. الله يرحمه فعلا. عارفه يعني؟ اه ده عارفه، ده انا حافظه الصم. البنات المستقبليه؟ حماتك حماك المستقبلي. حماية ولا حماتي؟ حماك. حماية
ربنا ياخده. انا مش طايقه من دلوقتي عامه يعني. تعرفه يعني؟ اه عارفه من زمان، من 5 سنين مثلا. انت ربنا يخليك ويخلي بناتك كده وبس كده كفايه. لا لا حمايه هو متوفي. تعرفه يعني؟ اه ده حقيقة. توجه حاجه لحماتك؟ حماتي ربنا يخليها لي. هي عارفها برضه. اقول لها انجزي مش اكتر من كده. حماك حمايه؟ طب ما توضح. اقول له يا يعني يا حاج خليك سهل بس مش قال اكتر من كده. انا مش هتجوز. مش هكرر غلطتهم. لا بجد بجد احب اقول له اخطفك يا حمايه. لا مش ليا حمايه لسه بدري. عادي مش عايزين نتجوز النهارده. اي واحد في حد عايز يتجوز عادي برضه. بس سلال حماك. حماتي حماك حمايه الله يرحمه. والله عارفه بقى وش. لا فكر اعرفه قدام. تحب تبعت له رساله من دلوقتي؟ على فرحي عازمك على فرح 2000 كام 51 شهر 9 يوم 1 لازم تيجي بس كده.